شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر السيد رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصي المتواضع، وسأعمل بكل ما أوتيت من جهد وبكل ما أوتيت من قوة على التكفل بهذه المهام الجسيمة من أجل المضي قدما في تطوير بلدنا المفدى. سوف أعمل مع كل الطاقم الحكومي إن شاء الله كرجل واحد من أجل رفع كل التحديات التي تواجهنا وتواجه خاصة الاقتصاد الجزائري، والعمل على التطبيق الفعال لبرنامج السيد رئيس الجمهورية، هذا البرنامج النهضوي الذي سوف يسمح لنا طبعا بالمرور بسلام من هذه المرحلة والانطلاق في التنمية الاقتصادية المرجوة.